يلا عطت الكرة عطني المايك تكفى يا وين الفريق الفائز اللي قبل شوي؟ تعال تعال ابو رباح العقبان العقبان وين راحوا؟ يلا عزوز شوف النقص اللي عندك اعطونا اعطونا المايك ابو رباح ما يعطيك العافيه عبيد طلع عبد الله عبد الله تعال الى عبيد طلع تعال تعال الثالثة تعال تعال فريق اسمع تويك ايه ابداح دخل ابداح دقيقة ايوه الان النهائي بين فريق طويق وفريق ايش؟ مشروب تفناجيكم ها فريق ايش؟ النوادر 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 عصافير ايه النوادر النوادر عبد الله منه منه عبيد راح يلا معنا عبيد طلع طويق ضد العصافير والله استحلوا وجهك الاكابر يا شيخ نبدا الان نهاية نبدا في النهائي القوي الساخن المترقب من الجميع عندنا في اليمين فريق النوادر اما عندنا في الجانب الاخر في اليسار فريق طويق المباراة مشدودة والكل يترقب الكل يترقب هل يفعلها فريق طويق ويتوج للمرة الثالثة على التوالي بالدوري القوي المرتقب ام انا الظاهر بخربها مع ابداح الظاهر بخربها مع ابداح الظاهر بس خلي تبدا المباراة يلا خلاص انا بضبطك زني زني لاعب فاشل طاهر يا طاهر الكل يترقب الكل يترقب مباراة بدون حكم قدام لا 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 وانا محكم والله ما حكم والله ما حكم انا معلق لا سلطان لا تحكم الحكم سلطان تلعب ولا تحكم انت كم عددكم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس خلص هو السادس واحد اثنين سلطان تعال حكم سلطان حكم ايه الحكم يدخل والظاهر ما في ثقة لا سلطان على الحرم ما يحكم الاول اتوك نازل لا لا جبر يبدو يتواعد الجميع بأداء مباراة قوية لا غرابة في ذلك لا غرابة في ذلك هو عنده بس يخرب الجميع جبر على الأعداء بعد حكم زي الناس كرت أصفر داح وماجد يتعرضون على الحكم ويدخلون في الحلف يبدو لي الحكم جولي شك يبدو لي سواها عزوز يلا علي هادي رجع هناك الكل يترقب الكل يترقب عندكم يلا بسم الله بدأت المباراة هذا معنا العب لعب العب العب يا الكرة تبدأ عن طاهر العماني يلعب كرة سريعة يبدو لي قم يا ابداح ما فيك شيء يلعب الكرة طاهر طاهر بعوين تعود مجددا إلى ماجد النفيعي فريق الطوي كله لو 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 جبر الخواطر يلعب له كرة خارج الميدان الله 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 جبر يضرب في البداية الساخنة وين ضرب البداية يضرب في البداية الساخنة ضيف الله يتحمس الوقت الغلط وداه نابع بسم الله الرحمن الرحيم فهد عتيبي من عذيف عبد العزيز المغويري يمسك كورة سريعة إلى طاهر بعوين ولكنها مقطوعة من داح الحيم لا 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 ابداح يمشي كورة ابداح يمشي كورة ابداح يلعب كورة ابداح يلعب كورة لكنها مقطوعة من عبد العزيز المغيري عبد العزيز المغيري يتلاعب بالجميع عبد العزيز يمشي كورة ابداح تعود مجددا إلى لا إلى الله 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 سلطان يا سلطان سلطان يا سلطان فريق طويق يتقدم فريق طويق إذا تعدى كرت أحمر تعدى على الحكم هدف ولا لا هدف 1-0 فريق طويق يتقدم في بداية اللقاء يبدو لي الرابعة تقترب سلطان الواهب يحط كورة بالزاوية 90 ويتقدم فريقه بنتيجة 1-0 لي في بداية اللقاء والكورة تعود مجددا من عند عبد العزيز المغيري يمشي كورة إلى 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 ولكنها مقطوعة من فريق طويق لا لا جابر جابر ابك 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 هذه والراحة يا جابر كرت أصفر على يمشي كورة إعاقة اللاعب ما خلاه يشوت أتمنى من فريق الإعداد أن يمشيها هذه الليلة ويأتي بالكورة كرت أصفر على الإعداد هناك كورة طلعت برا فاول لفريق علي هادي الكورة تخرج خارج الميدان على الدفين إن شاء الله آخر مرة أعدكم أنا أعدكم يا إعداد إنها آخر مرة إن شاء الله أصفر عليهم أتمنى من جبر ما عاد يكررها عشان ما يصير فيها ضرب أصفر على الدفين وفاول لهم
الكور احمد عبد الرحيم والله يا جمايلك علينا واجد يا احمد عبد الرحيم راشد. ولكني اعدك اعدك انها اخر كوره يا معلق طشيت راسي باذن الله باذن الله انها لا خلاص صدق والله لو ما تصدق اوه تعود الكوره العب فاول كارت اصفر على دفين كارت اصفر على دفين كارت اصفر على دفين فاول العلي هادي في خطا في خطا من في خطا العب فريق النوادر ينفذه علي بن هادي علي بن هادي يلعب الكوره الحكم اوه يو يو يا علي يا علي عموما كارت اصفر على ماجد لاعاقه اللاعب ما خلاه يشوف الباب كارت اصفر زي الدفين كارت اصفر يا عزوز مغيري على ماجد النبيعي غطى على اللاعب اي غطى على اللاعب كارت اصفر على ماجد النبيعي هل سيفعل ذلك اعاقه اللاعب من عدم رؤيه الباب يكون لفريق النوادر كلمه هناك الكوره الكوره عند الداح الحين يمشي كوره عبد ماجد بن نايف يلعب كوره الى 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 ابداح تعود الكوره وتخرج خارج الميدان ضربه جانبيه لفريق ضربه جانبيه لفريق يلعبها ماجد بن نايف كوره تمشي الى ابداح الحيم ابداح يمشي كوره ابداح يدخل في العمق ابداح يمشي كوره ابداح الكوره تعود تجري الى النوادر يا الهي يا الهي لا 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 يا رب فريق النوادر يعادل بالنتيجة فريق النوادر يعادل بالنتيجة عن طريق اللاعب الكبير الذي قيل فيه ما لا يقول علي بن هادي يسجل التعادل والكورة تشتد قوة وإثارة النهائي المترقم من الجميع ياتي للتعادل يسار يسار عيال ماجد ولكن إبداح يلعب الكورة سريعة إلى إلى الزمن أنا مالي شغل يا ابن حلال الكورة تعود بس 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 حدث ما لا يتوقع حدث ما لا يتوقع قنبلة ولكن جبر ولكن الكرة في حارس الميدان أيمن أيمن يمشي كرة إبداح الله عليك إبداح الله عليك إبداح هنا أسكت قليلا على داخل القيل جبر يضل علبي أكحل قراح فيها طاهر بان لا 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 طاهر بان يسجل الهدف الثاني لفريق النوادر ويتقدم فريق النوادر بنتيجة المباراة تنقلب الطاولة تنقلب الطاولة الله والله يا طاهر فتى عمان يقدم أجمل لوحة فنية في المباراة ويسجل الهدف الثاني لفريقه الله الله يا طاهر الله الله يا طاهر تنقلب الطاولة تنقلب من أول لمسة الفريقين مشدوا من أعصابهم بالنهائي يا مباراة كم ابدأ كم المباراة اثنين واحد لنا باقي هدف لهم ما بدينا الحين 2-1 صح؟ 2-1 لهم الله 2-1 لفريق النوادر جبر المدافع يمشي كرة سريعة التعادل أولى التعادل أولى التعادل أولى يبدو لي يتأجل الموضوع إلى نهاية إلى الدقائق الأخيرة يبدو لي الموضوع يشتد قوة وأكثر إثارة هناك كرة من أيمن الله 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 ولا أيمن لا يا لها من مباراة يا لها من ركني لاعب فتى عمان يتجبر ويتسلطن ويطغى بالفريق فتى عمان يتسلطن في المباراة كورة عند إبداح الحيم يمشيها إلى سلطان بن آل سعد يمشيها إلى ماجد بن نايف الجبر يترقب يبدو المباراة الله عليك الله 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 مباراة مشدودة سلطان من تركي جبر الخواطر جبر لا خواطر جبر الخواطر يمشي كورة أيمن يقطعها وعبد العزيز ينفذ قنبلة تحصل في أرض الميدان 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 فعلها ماجد بن نايف أتمنى من الفريقين أن يضبطوا الناس ويهدوا الأعصاب كرة القدم كلكم فريقين عبوا أنتم الفريقين الذين لا هذا ماجد بن نايف ينفذ الكرة ماجد بن نايف هل يكون فيها تعادل أم يكون للفريق كلمة أخرى إبداح يمسك الكرة
ابداح يمشي الكره اللي في لفريق طويق. ابداح ابداح هنا 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 غلطه الشاطر بعشرة هنا غلطه الشاطر بعشرة ولكن ابداح يصلح الخطا الذي ارتكبه. غبي والله. يا حلق لي رافيا. فتحل لا 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 العم منيب العم منيب يا له من مهندس قوي وغال الأثمان. العم منيب نرسل لك كل الحب والود والتقدير للعم الفاضل الغالي من أرض الميدان وصل الرسالة السامية. تكفى يا أيمن. هو من هو هو مهندس الصوت هو مهندس الإبداع هو كل ما يحدث في أرض الميدان هو هو هو. نعود مجددا إلى 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 طاهر 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 طاهر. فتى عمان يتوعد الجميع بأداء قوي. فتى عمان يعد الجميع بحصد اللقب. فتى عمان يتسلطن ويتجبر ويطغى ويحزو على رضا الجميع. هناك كورة لفريق طويق ينفذها بداح الحين. الكل يترقب الكل هنا يترقب. المباراة تشتد صعوبة الكل يترقب. حارس الميدان يضيع كثيرا من الوقت ويكسب الوقت. الله 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 الله. ولكن الحلقة راح فيها سم اسمك. هاي هاي وي 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 جبل. ها المعلق يغير مكانه. المعلق يغير مكانه. هناك المباراة تشتد المباراة تشتد. العبها يا جبر. جبر يتوعد الجميع. جبر الله يا رب. فتى عمان يتسلطن ويتجبر ويطغى ويطغى في المباراة. فتى عمان اللاعب الذهبي يطغى ويتجبر ويلعب على الجميع ويلعب حتى على المعلق. فتى عمان فتى عمان فتى عمان يضرب بالقاتلة. فتى عمان يضرب بالقاتلة. اللاعب العماني طاهر باعوين يتسلطن ويطغى ويتجبر. الفريق فريق فريق شو اسمهم فريق فريق شو اسمهم فريق النوادر يتوجون باللقب للمرة الثالثة على التوالي. فريق النوادر يتوجون باللقب للمرة الثالثة على التوالي. ألف 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 مبروك. وبيض الله وجهك يا أبداع. راجع كلها منزلها. التتويج لا لا أنا كيف اللاعب شوفوا اقنعوني كيف لاعب ينهزم ويتوج. منقهر من فريقنا. يلا روح يلا يلا صدق خلاطنا. عطوها المايك. ايه ابدحنا. عطوا ابداح المايك. عطوه عطوه. جابر افضل لاعب افضل لاعب. عطوه ابداح المايك. عطوه ابداح المايك. قولوا لا اله الا الله صلوا على محمد. اول شيء الف مبروك الفريق النوادر الفوز بالبطولة تستاهلون. رغم ان كان في تحايز من الحكم. لا 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 دقيقة اسمح لي اعلق بالتعليق ذا. اسف اسف طيح جنين عند المرمى. طرح طرحكم توج افضل قبل نتوج الفريق. لا غرابة. افضل لاعب في البطولة. دقيقة يا علي افضل لاعب في البطولة نفسه. رغم انه شال اثنين معه بس يستاهل. كفو. الافضل لاعب في البطولة طاهر بعوين الاول. كفو. طيب ارجع ارجع يا فتى عمان. الرس دقيقة يا بالله ارجع قص عليك. دقيقة حصل يا العيال تكريم صاحب الكون على اللعب النظيف. صاحب افضل لاعب نظيف ما يكسر ولا يسوي شيء سلطان الوهبي. كفو. استاهل والله بطش عادي بس يلا عطني الغار خشب. افضل فريق دقيقه هات 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 امسك يدين بعض. افضل نشكر المعلق المباراه اللي طش روسنا بس مبدع. ضيف الله من تفضل هذه الكوره لك اللي ذكرنا بالشوالي. هذه الكوره تذكار لك. طيب عطني هذه فريقنا. نتمنى من طيب نتمنى من كابتن فريق النوادر يجي عندنا. لا قلت ما عليك هو يبي يسوق عليه بس ما يقدر. فريق النوادر الكابتن من هو؟ انا. تعال اول شيء قبل نتوج
شكر خاص للي ارسل لنا الكوره، غيرنا الجو، صفقتنا وانبسطنا واستانسنا. الله يبيض وجهه من جمهور من جمهوري، والله يبيض وجهه ويطول عمره، غير علينا الجو ونسنا، والله يبيض وجهه. ما سوى خير طيحكم عند المرمى اثنين طاهر وتسبب على مقطع، خلاص طاهر بيحضر المقطع هذا. فنتوج فريق النوادر بكابتن عبد العزيز الغيري، مدري انا كابر اللي هو استغفر الله. يلا ساعدوني، تعال عاونوني، تعال عاونوني يا فريق، مبروك الفريق انا كابر. شارك كنتروش.